كأمثلة للريلاكسيشن تايمز اللي احنا ممكن نشوفها لبعض المواد، لو احنا عندنا بيور H2O بيبقى عندنا T1 والT2 الاثنين بحوالي ثانيتين ونص. طبعا ناخد بالنا كويس قوي ان H2O ده معناه ان احنا عندنا ميه مقطره مثلا، ده مش موجوده في جسم الانسان. لو احنا حطينا معاه شويه ملح صغيرين هنلاقي ان الارقام دي اتغيرت شويه. لو بتكلم على الفات، الفات بيبقى اقل بكتير اكشوالي، T1 بتاعته حوالي 200 مثلا، اوكي 200 مللي سكند، والT2 بتاعته اقل شويه بتبقى حوالي 100. لو بتكلم على CSF بتكلم على T1 بتاعتي حوالي 2000 مللي سكند يعني ثانيتين، والT2 بتاعتنا حوالي 300. لو بتكلم على الجراي ماتر بتكلم الاقي هنا برضو التي 1 حوالي 500 مللي سكند يعني نص ثانيه، والتي 2 بتاعتنا حوالي 100. طبعا بناخد بالنا ان احنا عندنا هنا لو بتكلم مثلا على السي اس اف هلاقي ان انا عندي هنا لو انا مثلا بتكلم ان انا عشان اوصل يبقى عندي مثلا 99% من الماجنتايزيشن في اتجاه الزي محتاج 3 تي 1، اوكي محتاجه 3 التايم كونستنت ده، يعني بتكلم محتاجه على 6 ثواني تقريبا. اوكي التي 2 انا بفقد يعني بوصل يبقى عندي زيرو سيجنال بعد 3 تي 2، 3 تي 2 هنا يبقى حوالي كام؟ حوالي اقل من ثانيه 900 مللي سكند. يبقى معنى كده من اول 1 سكند لغايه 6 سكند يعني 5 ثواني كاملين بيبقى عندي لو في ماجنتايزيشن في اتجاه الاكس واي ما بقاش قادر اشوفه خالص، يعني بيبقى ما فيش عندي لسه ماجنتايزيشن ما وصلش هنا يرجع تاني يريكفر، وفي الوقت نفسه في عندي اللوسز اللي موجوده عندي في الاكس واي بلين اللي هي الترانسفيرس ريلاكسيشن بتاعي اللي هو تي 2 ريلاكسيشن خلى السيجنال بتاعتي ما تبقاش موجوده خالص في الاكس واي بلين.